الجولات ديالنا في المغرب كامل في إطار النقاش العمومي اللي فاتحينه حول مدونة الأسرة. نقاش ما بغيناهش يكون غير داخل المقرات الحزبية، بغيناه نقاش يكون داخل القاعات العمومية، وما نضمن حتى ندوي إلى حدود الآن في القاعات الحزبية حول مدونة الأسرة. يعني غالبا كانت في قاعات عمومية، دور شباب، مراكز ثقافية وغير ذلك. اليوم حنا في نادي فئة المحامين بأكادير، الهدف شنو هو؟ هو الاستماع والإنصات والحوار والمناقشة، وأنه نتقاسموا مع المساهمين معنا في الندوة ومع الحضور أفكارنا حول التعديل، حول المراجعة الشاملة لمدونة الأسرة وتصورنا لهذه المراجعة. كيفاش بغينا هذه المراجعة؟ احنا تنقولوا على ان المراجعه اللي بغيناها هي نابعه من الواقع المغربي، نابعه من الشهادات والالام ومن ما تعانيه الاسر المغربيه من حاله الاستماع اللي استمعنا لها، ونابعه ايضا من ما عاشه ويعيشه نساء ورجال العداله، هيئه الدفاع، الحقوقين والحقوقيات، الصديقات والاصدقاء في الجمعيات اللي عندها مراكز الاستماع وغير ذلك. بمعنى انه غايتنا هو أننا نوصلوا المدونة تؤمن بأنه الواقع الأسري المغربي اليوم تغير، وأن الاختلالات والسلبيات اللي كاينه في المدونة الحالية محتاجة فعلا الإرادة حقيقية للتغيير، وأنه إرادتنا، إرادة هذه الهيئات كاملة الحقوقية والمدنية والسياسية، وإرادة الفاعلين في هيئات في العدالة وفي هيئات الدفاع وفي السياسيين، وهذا تلاقات مع إرادة الملكية الخاصة بأن التي قال جلالة الملك في الخطاب العرش 30/7/2022 أنه كاين اختلالات وسلبيات. طيب شاهد اختلالات والسلبيات بالنسبة لنا في أكثر من 40 دوحة حول مدونة الأسرة، استمعنا للشهادات حول الحضانة، حول مآسي الحصول على النفقة، حول مآسي الأطفال مع الولاية الشرعية، حول تزويج القاصرات، حول اقتسام الأموال المشتركة أثناء فترة الزوجية لمدة 49، حول ثبوت الزوجية، حول ثبوت النسب، حول إثبات البنوة، حول تعدد الزوجات، حول الإرث في الحالة ديال التعصيب. المهم الأسر المغربية عندها رأيها، تعتبر بأنه القانون اليوم ما تجاوبش على حاجتها كأسرة تغيرت، ما بقاتش غير أسرة كبيرة ولا أسرة نووية، وكاين عندنا الأسرة اللي مكونة من شخص، من أم وطفل، وكاين عندنا أطفال اللي هما اليوم بلا أب قانوني، كاين أب بيولوجي ولكن قانونيا غير معترف به. هذا الشيء كامل خصنا نعالجوه، لأن هذا الشيء جزء من مجتمعنا، وهذا هو مجتمعنا اليوم وهو مجتمعنا غدا. 20 سنة من تطبيق هذه المدونة الحالية كافية على أننا نوقفوا ونعاودوا نرجعوها بما يضمن التوازن الأسري، المصلحة الفضلى للطفل، والحماية للمجتمع، ويضمن أيضا احترام الدستور المغربي، احترام التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، اتفاقية صيدا والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وأيضا احترام الواقع المغربي اليوم اللي تيقول أنه بعض شروط الزواج خصها تراجع، بعض أنواع الطلاق كثيرة والتطليق كثيرة خصها تقلص تبقى جوج ولا ثلاثة، الأموال المكتسبة في فترة الزوجية خصنا نلقاو لها حل بما يضمن حقوق الطرفين، لأن انحلال الميثاق الزوجية وتيكون طلاق، عندنا أطفال خصنا نحميو هاد الأطفال في قرايتهم، في صحتهم، في التداوي ديالهم كذا. إلا وصلنا للطلاق، مسطرة الصلح خصها تعطاها قيمتها، ما يمكنش نبقاو نديرو مسطرة الصلح في نصف ساعة ونسربكو داكشي ونقولو الناس صافي طلقوا، بمعنى يعني أمور كثيرة خصها تعالج، فيها الجانب القانوني، فيها الجانب الاجتماعي، فيها الجانب ديال الحفاظ على الأسرة المغربية، فيها الجانب ديال تحقيق المصلحة الفضلى للطفل. هذا ماشي نقاش طرف، ماشي نقاش نخبوي، هذا نقاش تنعيشوه في كل أسرة مغربية، وقانون الأسرة محتاج منا لكل هذا الجهد في النقاش وفي الاستماع وفي الحوار وفي التداول، حيث هو قانون تنظم لنا حياتنا قبل ما نولدوا وحتى يدير مول الأمانة أمانته.
في هذا الورش العلمي ناقشنا فيه مدونة الأسرة والراهنية ديال التدخل واستحضار الواقع ديال الأسرة المغربية وضرورة القطع مع بعض النصوص تجاوز بعض المفاهيم اللي أضحت غير مقبولة أنها تكون في المدونة، لأن بكل بساطة من وجهة نظر المتواضعة أنها لا تمت لمجتمعنا بصلة، ولكن هي نقدر نعتبرها إسقاط ثقافي لمجتمع آخر ولتجارب لم يعيشها المجتمع المغربي بتمغربي ديالو اللي متأصلة فيه الحقوق والحريات بالمكون الأمازيغ ديالو، القيم الأمازيغية اللي رجعنا لها وتصالحنا مع ذواتنا، غنلقاو أن هذا المكون الأمازيغي واحد الأرضية خصبة اللي خصها تخذ بعين الاعتبار في التعديلات اللي خصها تدخل على المدونة، لأن مفاهيم كثيرة هي مجرد إسقاط ثقافي على المجتمع ديالنا ولا غير. أعتقد أن المقاربة القانونية والحقوقية على أهميتها غير كافية في الحقيقة لتجاوز التمثلات التي تسكن وجدان وعقول جمهور واسع من المغاربة بسبب طبعا نمط التعليم وبسبب أيضا انتشار واحد ثقافة ماضوية ذكورية. وأعتقد بأن الضامن الحقيقي لكل المكتسبات الحقوقية هو أن نقوم بثورة ثقافية، والثورة هنا لا يعني لا العنف ولا الانقلاب وإنما يعني ثورة فكرية، يعني العمل على تغيير تمثلات الناس للمرأة وللإنسان بشكل عام باعتبار أن الإنسان هو إنسان قبل أن يكون أنثى أو ذكر.